طبعا الشيخ زايد الله يرحمه انجازاته كثيره وكبيره، ولو عددناها ما نقدر نحصيها، بس اهمها هي التعليم، التعليم بلا مقابل. ف يعني تحت قياده الشيخ زايد صارت عدد المدارس اكثر، ازدهرت الجامعات، صار للمراه دور فعال في المجتمع، صارت يعني تمسك ادوار قياديه لها وجودها وكيانها. فكان دائما يعني ابرز انجازات الشيخ زايد هي ايمانه بالموارد البشريه وبالشباب بالذات، فكان يعني يوفر لهم كل الفرص من تعليم، من صحه الى اخره، واللي يحفزهم ويشجعهم انهم يعطون لبلادهم. وللحين نشوف احنا شبابنا يفتخرون بانتمائهم للشيخ زايد الله يرحمه، ويحاولون يحققون الاهداف اللي رسمها لهم.